قصة مشهورة عن نبينا المصطفى محمد. أن رجلا من أصحابه جاء إليه وشكى ألما في بطنه، طيب، فالنبي أمره بالتصبر عليه، مر عليه مرة ثانية من باب أنه بالتالي امشي بدائك ما مشى بك، هذه فد حالة طيبة نشير إليها ولو عرضا، ليصير هم الإنسان ويا ما شوية وجع صار عنده أركض روح سوي أشعة مقطعية وسوي إلك ما أدري كذا على وش. بالتالي خصوصا إذا الإنسان مشى في العمر شوية يتعثر هنا بدنه، شوية يتوقف شيء، فتسخونة تصير، جرثومة تدخل، لا تركض وراء الأدوية ووراء المستشفى لأقل شيء، امشي بدائك ما مشى بك، أعطي فرصة لبدنك هو نفسه أن يتغلب على المرض من دون إعانة خارجية. الآن أنت لو تعود نفسك على عكاز تمشي وإنت قادر، بعد مدة من الزمان ما تقدر تمشي بدون عكاز. لا تخلي بدنك دائما يتعكز على هالأدوية والأشياء هذه، ما دام تقدر تخلي هو يقاوم هو يواجه. يقول مولانا أمير المؤمنين امشي بدائك ما مشى بك، كل ما تقدر حاول أن تستغني وهو يتغلب، إلا إذا غلبت الروم. فرده رسول الله قال له تحمل شوية، جاه بعد مدة قال اشتد الألم، وأكو طبيب يهودي بس هذا جراح يفتح البطن، فالنبي كأنما يعني تخوف عليه رد مرة ثالثة، إجا وقالوا له ترى هذا موصوف بأنه حاذق وكذا، فقال إن شئت فافعل، روح راجعة. راح إلى فعلا وشق في بطنه وأخرج منه رجراجا كبيرا، رجراج الشيء اللي يترجرج مثل زئبق شلون، مثل الأورام الدهنية شلون، فاستخرجها ثم خاط موضع الجرح منبها ذاك المعالج اليهودي وأصبح طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، أكو من جنس كل شيء فالدواء يناسبه. فهذا نوع من أنواع الإمضاء نسميه، أنه أنت أيها الإنسان امشي في الطريق الطبيعي، هذا في القاعدة الأصلية.